هنا يعني راني في التحضيرات الأخيرة، يعني في الليل. هنا راني وجدت الصينية تاعي تاع الصباح، فيها فناجل تاع القهوة وكيسان تاع الجازوز وكيسان تاع لاتاي والسكر. هنا الصينية اللي راح ندير فيها الحلويات، والقرعة هذه اللي ندير فيها الجو. هذه الصينية درت فيها تاع الطراشن، ودرت فيها الثيرموس اللي راح ندير فيها القهوة، والبريق اللي راح ندير فيه لاتاي. هنا يعني وجدتهم باش نحيهم من الطريق، ما يشغلونيش غدوة الصباح، ما يحكمونيش الوقت، يعني نوض ندير أمور أخرى الصباح. هاي لكم، أنا وجدتهم هنا في الليل، يعني هذه تحضيراتي الأخيرة، يعني باش الصباح نوض غير الشغل الآخر، ماشي منتاش يعني باش نوجد صينية للضياف. ها كما قلت لكم، هنا راني يعني درت التراشن و تيرموس تاع القهوة وتاع لاتاي. هنا الصينية تاع الفناجين، يعني باش تاخذوا فكرة برك. وهنا الصينية اللي حندير فيها الكيسان الكاطو والقرعة تاع الج. هذه هي يعني هذه هي الصينية تاعي، راني وجدتهم وحطيتهم يعني من جي على جهة، باش الصباح نلقاهم واجدين، غير نهزهم باك ونعدلهم فوق الطابلة. هنا بعد ما كملت كلش يعني شغلي كامل، وعاودت عقبت النشافة برك على الحالة، يعني وجدت فطوري، يعني الفطور باش دوك نفطر باسكو انا صايمين. هنا يعني راني ها دوك ندوش، انا شعري راني دارت له حمام زيتي، درت له يعني جوست بعد ما صليت الظهر درت الحمام الزيتي، يعني راني عندي نص نهار وانا بالحمام الزيتي هذا. يعني وشاركت معكم طريقة من قبل. هنايا الوجه تاعي يعني مانيش راح ندير مقشر طبيعي، يعني راح ندير هذا، هو مقشر ومنه مقشر منه غسول بالبرتقال، بنكهة البرتقال، وكتوريتوكم من قبل، والماسك هذا تاع الباروق. وهنا عندي بقايا قهوة تلوى درت لها الملح وزيت زيتون، راح نديرها مقشر للجسم تاعي. هنا عندي الكريمة المرطبة هذه تاع فيونيس اللي وريتها لكم، هي اللي راح نرطب بها البشرة تاع الوجه تاعي، والفاسلين هو اللي راح نرطب به الجسم تاعي. هذه هي المكونات اللي حنستعملهم دوك في الحمام تاعي. المقشر فيه قهوة وملح وزيت زيتون، المقشر هذا هو مقشر وغسول حنديرو البشرة تاعي تاع الوجه، الماسك تاع الباروق، كريم مرطبة للوجه، والكريم تاع الفازلين للجسم تاعي.